كذا كنيسة في المنيا، والمنيا كانت خدت نصيب الأسد في حروق الكنائس، عدت 74 منشأة مسيحية. إحنا كنا بنمنع أولادنا والستات إنها تنزل من البيوت. معهم كل أنواع الأسلحة ما تتخيله وما لا تتخيله، فدخل حوالي 500 شخص المكان بشكل يعني الهتافات بس بتاعتهم كانت كفيلة إن هي تهد المكان. دخلوا طبعا أول حاجة فكروا فيها إن هم ينهبوا المكان، كل ما يمكن نهبه تم نهبه، وبعدين ما لم يتم نهبه تم تكسيره، وبعدين في نهاية المطاف هم ماشيين أشعلوا النيران في المكان. الهجوم كان عدد ضخم جدا من الناس، دخلوا مدججين بالسلاح وتم اقتحام المكان بالكامل. تم الاعتداء على الجمعية مرتين، صباحا المرة الأولى، ورجعوا تاني بعديها بساعتين ابتدوا سرقة ممنهجة لكل أجهزة الجمعية. أصعب حاجة بالنسبة في اللحظة هي وأنا في الدور التاني على السطح كده وبشتم رائحة الكتب اللي أنا أخدت فيها 25 سنة بكونها، كتاب مع كتاب، مجلة مع مجلة، مقال على مقال. كان إحساس صعب جدا جدا إنك تقعد 25 سنة تكون في مجموعة كتب وفي الآخر تلاقيها قدامك كده بتتحرق. يعني كنت أتمنى إن هم ياخدوها، إن هم يوزعوها، إن هم يعملوا فيها أي حاجة.